عن في اقتراحاتكم الكاملة اللي تكون موجودة سور لي زوند دو كاب افام على الباجنا راديو كاب افام. نعطيكم الدبارة، دبارة اليوم حاجة ياسر ياسر بنينة، ما تاخذوش برشا وقت الحقيقة، مشخشخة وتعمل 66 كيف مع شيف نجيب الشيف. أهلا وسهلا. عسلامة، مرحبا بيك. ايه عيشك، يعطيك الصحة، شنو حوالك؟ احوالك انت؟ لاباس عايشك؟ الحمد لله، قلت لهم انا كيما كل نهار جمع الكلنا لاباس الحمد لله يا ربي. ان شاء الله مستمعينا يكونوا لاباس وين ما هما في مختلف الجهات. يعيشك. توا الدنيا هكا مصحبه شويه في حماميه نابل كيف كيف، معناها نتصور الدنيا مصحبه، فما شويه امطار قاعده تصب، ان شاء الله يا ربي يرزقنا بالغيث النافع. جوستومون اي بيه اليوم خلينا ناخذ حاجه نتلموا عليها في الدار وحاجه تدفي شويه كمان بنينا. من عندك شيف نجيبة، قلت لهم انا راهو نهار الجمعه الفطور راهو مع شيف نجيبة، ما نبدلش الادغيس نتاعي. هاي مرحبا بيك يا رنينا. بيه اليوم اش عملنا؟ اليوم اش نعملوا لازانيا معاها بريك الدنوني. اي ذي حاجه مشخشخه. حاجه مشخشخه. باهي بالنسبه نبداو باللازانيا، لازانيا شنو لازمنا في المكونات؟ بالنسبه للازانيا مشان شنو شويه بصل في زيت، بعد عندنا اللحم المفروم نحطوه معاه يتقلى مليح مليح، نسوحوه نحطوا له شويه فلفل زينه، فلفل اكحل، شويه ملح، نخليه بعد نحطه اللي يحب يحط سناريا ربي فيها سناريا. انت انا نعملها بالسناريا والله نتصور بنينه بس في النار يا الحق ما ذقتهاش، وما نتصور بنينه على خاطرها تبدا البلا نتاعك فيه الخضره. فيه الخضره اي نعملوا السناريا هذيك نربيوها نقليوها مع اللحم خليها تتقلى، نمشي نعملوا شويه طماطم نرحيوها فريشه مع سنينة ثوم مع شويه رفاح بجري ونحطوها مع نرميوها على كل عليك الحم هذاك نحطوه عليك الحم قليوها مليح مليح مع شوية طماطم زادة معجونة تخليوها هذاك كل حم هذاك وكل السناريا وكل كل يطيب انفواطات نطفيو عليه. إلا فما تحب نحطوا معاه وريقة رند طريف حبق يفوح راهو، الرند والحبق يفوح راهو معاك الصوص هذيك انت نطفيو عليه نرجعو للبلا. مي تحب تعملها بالصوص بشاميل، تحب تعملها معناتها بلاتي ذيك صوص حمراء كيما تحب انت وما تحب انت. هو الكل جينيرالمون تكون بالصوص الحمراء اللي هي باللحم المفروم وصوص بشاميل، فما شكون اللي يخليها من الفوق هكا، فما شكون اللي يحطها بين الكوش. فما اللي يحبها راهو ما يحبهاش الصوص بشاميل يعملها بلاتي راهو. حطها فروماج، حط فروماج كل انسان بالفروماج يحط فروماج معناتها صافي يكثر فيها الفروماج. مش هيدا الدار ملك الاكل يبول الاحمر للاليمونتاح كل شيء نحط فيها تبدا بنينه. نفرشو فرشه مثلا نستعمل بصوص بشاميل نفرشو فرشه هذاك اللحم المفروم والطماطم هذيك الصوص هذيك نحطو الفرشه هيك بعد نحطو عليها اللازانيا لي بالباك فهمتني، نزيدو نحطو فرشه اخرى باللحم المفروم ونحطو عليها الجبن اللي تحب عليه الفروماج اللي انت معناتها هي بنتها راهي بالفروماج اي مش الفروماج بريباراسيون لك هذاك الجبن اللي يكون معناها اصلي مش جبن مطبوخ هذاك الفروماج المطبوخ يبدا بنين هذاك بيه اما ذاك ما يعطيكش القوره اي حاجه قويه حاجه يعني قويه مش شكل خفيف معناها ما يعطيكش النكهه البنين اي فرشه فرشه حتى نطلعوا فما تحب زوز فرشه ثلاث فرشات تحب الصوص بشاميل من الوسط تعمل الصوص بشاميل تحطها في وسطها تحب تعملها من الفوق كيما تحب انت وما تحب راه واضح. نحطوا فرشه باك فرشه مع هذيك الصوص معها الجبن حتى نوصلوا الطاقه الثالث نعملوا فرشه هذيك الباك وبعد نحطوا عليها اللحم المفروم والجبن انواع الجبن اللي تحب عليهم انت والصوص بشاميل هذه هي اللازانيا. لفوها اي لفوها في الالومنيوم ونحطوها في الفور. ليه قداش تقعد في الفور شيف؟ انت في الفور عندك 4 ساعة انت والبات تويك البات اذا نقول لك فما اللي فيه ساعتين فما اللي تقعد راهي مش الكل كي بعضهم انواع راه. ليه؟
دونك اللي انت والنوع اللي مستساه تعمل فيها السكينه، انت تهز الالومنيوم تعمل السكينه هذا اي فوا غطست راهي طابت طفي عليها. باهي درجه الحراره نحطوها قداش قداش 180؟ لا 180 180 مش هكا النار القويه، مش هكا النار البارده، باهيه تبدا نارها. اوكي اوكي باهي. هذه هي اللازانيا صحه وبشفاء ليهم مستمعينا الكل، دونك ساهله برشا ما فيها حتى شيء. بنينه برشا راهي. اما تكثري لها الفروماج اعطيك هذيك الطريقه باش تجيك مشخشخه قد ما البلا يبدا مشخشخ قد ما يكون بنين راهو. باهي هذه هي اللازانيا شيف. نمشيو للبريك الدنوني. باهي نمشيو للبريك الدنوني. دليل اليوم اليوم دللتنا راك باللي روسيت. ان شاء الله عندك يحطوا زوج صحافي مثلا، اعطيتك مثال زوج صحافي اسميك ميد متوسط باش يعطيك القرميشه فيها كالبريك الدنوني. عايزه صح فارينة يحطوا شويه ملح ومبثبتوه. تحب انت بالزيت يبدا سخون شويه، تحب الزيت تحب بالزبده تبدا نعمل زبده على النار. ومبثبتوه بثبتوه لين يتلملك. تلملكش يزيدوا بشويه شويه شويه ماء ولموه، ها مش نعجنوه، لموه ونخليه يرتاح. قديش قديش يقعد يرتاح؟ يرتاح مثلا في الساعة نص ساعة شوية نورمال، معناتها مش عندك اي وتحطه تخليه فميك. لو انت مشي طيبتك وقليت الفارس نتاعك تلقاها اوب اي اي خليه عليه هو هو تلقاه يرتاح وانت تطيب الفارس. الفارس شنو شوية الحم مفروم، فما اللي يحب يعملوا بالحم المفروم، فما اللي يعملوا بالسكالوب ينحي السكالوب ولا الدجاج ويعملوا كل انسان شنو شنو يحب. باهي احنا نعملوه كيف ما كيما لازانيا نعملوه نفس الفارس معناها تقريبا، بركا ما نحطوش فيها طماطم. يظهر لي انت في الاول تنجم لا لا طماطم لا لا من غير طماطم في الاول اذا كان قليته معناها اللحم مفروم والبصل في التقليه الاولى تنجم تنحي شويه اكوتي للبريك الدنوني قبل ما تحط لهم الصوص. على خليها بار وحده. اي باهي اي نحطوا فايله طريف 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 زبده ولا طريف زيت مشان شنو كل حم نقليه شويه في الزيت ما تكثرلوش الفحات، ما تحطلوش الفحات برشا حتى مثلا حتى شويه ملح وشويه فلفل اكحل يزي فيه البركه. مع شويه ثوم مش برشا، مع شويه فاح بدري مش برشا، ما تكثرلوش الفحات وتطيبهم مليح مليح. يزوي الحم يطيب معناتها الحم يزمو طايب. باهي واضح. نهبط إذا كان طاب نهبطو نحطو عليه شوية معدنوس نخلطوه معاه نيل، معدنوس نيل معناتها هو سخون ونحط فيه المعدنوس نيل. باش يدخل فيه. باهي. بعد نحطو عليه نربيو عليه عظيمة طايبة عظمة طايبة ونحطو عليه شوية فرماج زادة شوية جبن. نخلطو ونحلو اكل باك بعد ونبتعيد من غرفه صغيره ونلول بول كعبه. انت تحب كعبه كبيره تحب كعبه صغيره. مي انت والقالب نتاعك انت وما تحب راهو، فما كل انسان شي يحبه يحبها. هما ناس يعملوك بالقالب الكبير يعملوها كبيره البريكه تعاود ياخذوا زوج كعبات ياخذوا كعيبه. هي تكون متوسطه هكا مزيانه خير معناها تتبنن بها، تبدا هكا مش كبيره مش صغيره تبدا هكا متوسطه. هي متوسطه تبدا حلوه يا زيد نقول لك تبدا كعيبه صغيره تبدا متحسنه حلوه تبدا. اي هذا هو. وبعد نقليوه نقليوه انا نقلي الحق اذا نقول لك فما ناس قاعدين في الفور. هي صحيه راهي في الفور صحيه. وام ابن اعطيني اعطيني البنه ابن المقليه المقليه ابن, أبن. كل بريكه كل بريكه معناها خاطر في رمضان احنا فما اللي يعمل بريك في الفور وفما اللي يعملوا مقلي. سي فري صحيه نتاع الفور اما بصراحه البنه في كعبه البريك تتقرمش. تتقرمش تتقرمش لازم تتقرمش مقليه ابن اما صحيه بنيتي في الفور نعم. باهي نخرجوها من الزيت نسقطروها نسقطروها وتاكل بنتي بالشفاء. هذيك هي راهو البريك الدنوني. هذا هو ساهل ماهل في لحظه تلقاه حاضر بحذاك. اي دونك مستمعينا تنجموا تعاودوا تاخذوا لي روسيت اللي كنتوا تسمعوا فيهم للازانيا والبريك الدنوني تلقاهم موجودين على صفحتنا راديو كابا فيم. شيف ناجي يعطيك الف صحه وان شاء الله شهي طيبه ليك يا ربي. يعيشك يعيشك ليك ولينا من سيدنا محمد صلى ربي معاكم. امين امين اجمعين. شيف ناجي نهارك طيب سعيد. يلا بعد شويه باش نحكيو في الصحه.